يعني في هذا الشهر الفضيل، في أيام البركة وأيام النفحات، يتقبل الله منا كل هذه العبادات، كل هذه الطاعات. أمين يا رب العالمين. طيب، وأنا بنتكلم عن العصبة، عايز نعرف يعني إيه العصبة في الميراث. العصبة هي ما يحيط بالشيء فيجعله معصب، يعني مصون ومحفوظ ومحمي بشيء، ولذلك سميت عصبة الإنسان، يعني عصبته من حيث أقاربه الذكور. فقالوا أن الأب طرف والابن طرف والأخ جانب والعم جانب، وكأنه محاط بسياج يعني قوية تحميه وتزود عنه وتدفع عنه كل شر، ولذلك سموا هؤلاء عصبات. والعصبة هم أقارب الإنسان من الذكور، يعني هذا هو المقصود الأساسي من كلمة عصبة، والتي لها مدلول لغوي أن يكونوا من الذكور، لأنهم هم الذين بيدهم أو يناط بهم حمايته والزود عنه وحفظه من أي سوء قد يأتي إليه من أي مكان. ولكن العصبات، عندما نتحدث في علم الميراث عن العصبات، فسنجد أن العصبات بداية تنقسم إلى قسمين: عصبة سببية وعصبة نسبية. عصبة سببية وعصبة نسبية. الفرق بين الاثنين؟ الفرق بين الاثنين أن العصبة السببية عصبة بسبب، ولذلك سميت سببية. مثل إيه؟ مثل عصبة المعتق. يعني لو تصورنا أنه رجل كان عنده عبد، وهذا الرجل قد أعتق عبده. أيوة. هذا العبد بعدما أعتق اشتغل بالتجارة وأصبح عنده أموال، ثم مات وليس له وارث. يعني هذا الرجل لم يتزوج ولم يكن عنده أولاد ولا أي حاجة، وبالتأكيد هو منبت الصلة عن أقاربه، لا يعرف عنهم أي شيء، يعني ولا هم يعرفون عنه ولا شيء، فعاش طول عمره في كنف هذا الرجل لغاية لما كبر وبقى عنده 30 سنة أو 40 سنة. بعدين هذا الرجل اعتقه، فلا يعرف له أي شيء ولا أي قريب في الدنيا، ولا يعرف أي شخص قريب منه إلا هذا الذي اعتقه. فهذا الرجل اشتغل بالتجارة وربح مالا كثيرا ثم مات. من الذي يرثه؟ قال يرثه هذا الذي اعتقه، إنما الولاء لمن أعتق. وهذه العصوبة تسمى عصبة سببية، أي أنها بسبب هذا العتق استحق المعتق أن يرث المعتق. هذه إيه؟ عصبة سببية، سببية لأنها بسبب العتق. طيب العصبة النسبية بقى. العصبة النسبية هي التي بسبب النسب، هي التي بسبب النسب. يعني ايه بسبب النسب؟ يعني بسبب ان فلان ابن فلان، او فلان اب فلان، او فلان عم. هي العلاقات فلان الطبيعيه بقى في الحياه بقى، العلاقات اللي احنا عارفينها المعتاده عندنا، علاقات الاقارب فيما بينهم. فبدايه بتنقسم الى سببيه ونسبيه. السببيه لا اشكال فيها، خلاص هي بسبب العتق وما الى ذلك، وخلاص انتهت عند هذا الحد. اما النسبيه فتنقسم الى ثلاثه اقسام: عاصب بالنفس، وعاصب بالغير، وعاصب مع الغير. يعني السببية واحدة بس، واحدة هي اللي احنا قلناها دي. النسبية ثلاثة، النسبية هنقولها بالنفس. النسبية تنقسم إلى ثلاثة: في عاصب بنفسه، وعاصب بغيره، وعاصب مع غيره. نعرفه، تمام. طيب نيجي الأول حاجة، العاصب بالنفس. العاصب بالنفس هو ما لا يحتاج في عصوبته لشيء، لشخص آخر، يعني هو لوحده كده اسمه عاصب بنفسه. وهو كل ذكر أدلى إلى الميت بقرابة لا يتخللها أنثى وحدها. يعني إيه لا يتخللها أنثى وحدها؟ يعني مثلا لو قلنا إنه الأخ عاصب لأخيه، يعني لو تصورنا إن في أخ توفى، أخوه ده عاصب، ايه القرابة اللي تجمع بين هذا الاخ وهذا الاخ؟ اب وام، صح كده؟ طب وفي انثى، قالوا بس ليست وحدها، يشاركها ذكر في هذه القرابة. يبقى الاخ يكون عصبة لاخيه لانه لم يدلي اليه بانثى وحدها. يبقى العاصب بنفسه وكل ذكر قريب للميت لا يدلي له بانثى وحدها. طيب مثلا العم عاصب ولا مش عاصب؟ عاصب. طيب
العصوبة بتاعته دي بذكر أم بأنثى، لما نيجي للأصل المشترك هنلاقي إن العم ده هو أخو الأب. طب هو أخوه من إيه؟ أخي شاهد عم مش أخي، من أب وأم. طب ما في أم هو تخللت في النسبة. لا بس دي ليست وحدها، ده في معاها ذكر يشاركها في القراب، يبقى هذا يصح أن يكون عصب. طب في قريب يعني الذكر اللي بيشارك في القرابة اللي هو الأب، اللي هو الأب اللي هو الجد العام بالنسبة للعام، بالنسبة للعام الجد. طب هو في واحد ممكن يبقى قريب لواحد بأنثى وحدها من غير ذكر؟ دي متصورة إن احنا نجد؟ لا متصورة. زي الأخ لأم. الأخ لأم ده مش عاصب لأنه ذكر، يدلي بقرابة إلى ذكر بأنثى وحدها. ليه؟ لأنه الأخ لأم قريب إلى الميت من جهة الأم فقط وليس هناك ذكر، لأن الأب مختلف. صح كده؟ صحيح. وكمان حاجة مثلا زي ابن البنت، ابن البنت لا يصلح أن يكون عصبة. ليه؟ لأنه أدلى إلى جده، أدلى إلى جده بأنثى وحده، لأن العلاقة بين أبو البنت وابن البنت البنت. صح كده؟ إذن فقد أدلى هذا الولد إلى جده لأم بأنثى وحده، يبقى لا يصح أن يكون عصبة. طب وإيه كمان؟ قال وكذلك أبو الأم، لو عندنا ولد توفى أبوه جده لأمه ما يورثوش بالتعصيب. ليه ما يورثوش بالتعصيب؟ قالوا لأنه ذكر أدلى في قرابته إلى ذكر بأنثى وحدها، ما فيش ذكر شاركها في القرابة. احنا قلنا الجد قبل كده. هو الجد لأم. الجد لأم. يبقى الجد لأم أدلى بأنثى وحدها. الأخ لأم أدلى بأنثى وحدها. ابن البنت أدلى بأنثى وحدها. وما إلى ذلك كل هؤلاء الذكور الذين يدلون إلى الميت بأنثى وحدها ولا يشاركها في القرابة ذكر آخر، هؤلاء لا يكونوا عاصب.